أعرف حضرتك، حضرتك أنا قلت الراجل متدين، ولكن حضرتك مدير مالي برضو، يعني دي الوظيفة بتاعت حضرتك، ولكن حضرتك برضو شيخ وبتخطب بالجامع، صح؟ عرفني عن حضرتك أكتر. والله أنا فرد مصري زي أي مواطن مصري، أحب دايما في الدعوة الإيجابية، لأن الإيجابية لما بتخش على بني آدم أولا بتملاه حب وبتملاه فكر إيجابي، وديننا الحنيف بيدعو إلى الإيجابية في كل حاجة. يعني ربنا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه قال الصلاة له والسلام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهنا الحكمة إنما هي إيجابية، والموعظة الحسنة اللي هو لينه الجانب، فاللين ما دخل في شيء إلا زانه، ومن انتزع من شيء إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإن المتشدد لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. طب أنا النهاردة لما هتشدد وهبقى عنيف وهضرب واتخذ الشدة، هل هذا الأسلوب أسلوب تربية؟ أكيد لا، هي ممكن قدامك تعمل اللي هي عايزاه ومن ورا ظهرك. بالظبط صح، بالظبط. صحيح. وحتى يعني شوفي سبحان الله، يعني سبحان ربنا العظيم جعل الوسطية في سورة البقرة في وسط هذه السورة، لها مغزى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسطية هنا تعني عدم الإفراط، وعدم برضو الإيه؟ تشدد. التشدد. ولكن هناك ثوابت في الدين، ثوابت في الدين. أسس، صح. أنا لا أنفي فرضية الحجاب، لا أنفيها، ولكن أدعو بهذه الفرضية بلين من الجانب، بلين من الجانب في كل شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فاطمة إنما هي فرط مني، يعني حتة مني. صح. فاستحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم هيأذي ستنا فاطمة بالقول حتى، استحالة. استحالة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع زوجاته بالعنف أبدا، ده بالعكس زوجة من زوجاته وجاءت بقصعة من الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت ستنا عائشة وأمسكت بهذه القصعة وألقتها. حتى ان بعض المفسرين قالت انها القتها، يعني جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان لم بهذه القصعه وقال اغارت امكم. فهذا لين الجانب من النبي صلى الله عليه وسلم معلم هذه الامه. صح طبعا. طيب بس عشان باباك يتكلم عن الحجاب، كنتي محجبه؟ كنت محجبه. محجبه من عندك كام سنه؟ كان عندي 6 سنين. 6 سنين. لما اتحجبت وهي عندها 6 سنين كنت فرحان؟ ايه اللي يعني ازاي 6 سنين؟ هي كانت بتقلد صاحبتها او اختها او ايه؟ هو انا مني يعني نشأتي نشأة، يعني نشأة في مسجد. فطبعا وراجل طبعا في العرق الصعيدي، فكانت طبعا مش هقول لك يعني سوء يعني فهم مني. بنات طبعا، وعايز البنات طبعا، وبنات بسم الله ما شاء الله، يعني الواحد عنده غيرة، حلوين وكويسين طبعا. فطبعا أنا عايز أعلمهم الحجاب من الصغر، من شاب على شيء شاب نشأ عليه. عليه، صح، تاخد بالك. ولكن المسألة دي جت معايا بنتيجة عكسية، لأن أنا أحب إن اللي يعمل حاجة يبقى مقتنع بيها، اقتنع بالمسألة اللي أنت بتعملها. أنا النهاردة بصلي الصلاة ديت، أنا مجبر بيها ولا أنا بصلي بحب؟ يعني بقيم الصلاة ولا بأدي الصلاة؟ لا، في فرق، في فرق ان انا استشعر العباده واستشعر الفريضه، وفرق ان انا باديها كده ايه على المشي. لا، وحضرتك بتقول راجل سعيد، يعني مش بس راجل عربي وراجل مصري، بل راجل سعيدي. انه يقول قدام الناس ان انت يوما ما حسيت ان انت كنت غلط. طبعا. طبعا غلط لما الزم، دي حاجه تحترم جدا. طبعا الزم جدا. انا بلزمها راجل، انا بلزمها. صح.